قال لي نهايات اخلاق. صح. حلوه حلوه الكلمه دي. رايك يا استاذ بلال؟ والله انا شايف اللي هو في النهايه يعني خلاص ما كانش ينفع ان احنا نرجع نفكر في كروش تاني. دي كانت مرحله وانتهت. مش من قلة المدربين الموجودين في العالم، مش هننكر ان اتحاد الكره فيه بعض الاخطاء، لكن في البدايه يعني اي منظومه في الدنيا بتبتدي بشكل جديد بيبقى فيها اخطاء، لكن الجلد على طول والمستمر في الناس مش هنقدر اللي احنا نحاسبهم. هل احنا بنحاسب بالقطع ولا بنحاسب كتوتال؟ الناس دي بقى لها 4 شهور بالظبط، فلازم نستنى على الناس. قد يكون في بعض الاخطاء اللي هي موجوده مثلا في سواء بقى في نهائي افريقيا، سواء في اختيار في ملف اداره المدير الفني للمنتخب الوطني، لكن في النهايه كان الرجوع الثاني ليه كروش كان غريب جدا بالنسبه لي. انت مشيته في ايه عشان ترجع تفاوضه ثاني وترجعه؟ في اسماء كتيره جدا، يعني انت مثلا فكرت في باولو سوزا، واحد من ابرز الاسماء اللي موجوده من وجهه نظري انا، وهيكون اضافه بشكل كبير. باولو سوزا جاي امتى مصر؟ المفروض الوقت 48 ساعه. دي اخر معلوماتي. بص بالنسبه لباولو سوزا يمكن حصل اتفاق او حصل الكابتن حازم امام كان يعني شايف ان هو الافضل خلاف الطريقه. الخلاف حتى هذه اللحظه هم تواصلوا معاه، خلاف حتى هذه اللحظه على المقابل المادي. المقابل المادي هو طالب حوالي 160 ألف دولار هو والجهاز المعاون، ومحتاج هيبقى معاه 3 أو 4 بس الأقرب حتى هذه اللحظة 3 يكونوا معاه. اتحاد الكرة عارض من 125 ل 130 ألف دولار في الشهر هو والجهاز المعاون. دي نقطة الخلاف اللي ما بينهم. إيه اللي حصل النهاردة بقى مستجد جديدة في هذا الموضوع؟ إن هم تفاوضوا باتر زبوم اللي كان موجود في الصورة قبل كده. النهاردة حصل فيديو كونفرنس مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويعني هقوله لك كمان الكابتن محمد بركات تواصل معاه النهارده. باتريس موبن المدير الفني السابق لكوت ديفوار حصل معاه تواصل، والراجل طلب 120 ألف دولار لوحده، ومحتاج معاه وطالب معاه ان يكون موجود معاه 4 من الجهاز الفني المعاون، منهم مدرب حراس مرمى. ده يدينا لفين؟ لو في حاله باتريس بومل جه او تواصل او تم الاتفاق ان هو يقود المنتخب الوطني خلال الفتره الجايه، عصام الحضري مش هيكون موجود. هو يعني من جنب من الجهاز اللي هو طالبه يكون في مدرب لحراس المرمى. لا عايز يقول حاجه، انا المعلومه اللي عندي الاتفاق تم شبه رسمي مع باولو سوزا، 130 ألف دولار بقاء محمد شوقي عصام الحضري، هيستعين بمدرب احمال ومدرب مساعد ومعد بدني، وتم ارسال تذاكر الطيران لباولو سوزا. دي المعلومه اللي عندي اللي هو خلاص. لا حتى هذه اللحظه لسه يعني، وعنده حتى كان في ناس كتبت انه قالوا بكره ان هو هيحضر. لا مش بكره. اسمح لي بقى بلال اشارك رامي في المعلومه دي. باولو سوزا حتى الان ما فيش تذاكر طيران. باولو سوزا حاليا في البرتغال، وكمان في البرتغال في البرتغال طيران، وقتها ما فيش طيران متاح خلال 48 ساعه لمصر، عشان كان الصحف البرتغالي قالت ان بكره هيبقى. بكره انا كلمت حد اتواصلت قال لي لا مش موجود، ما جاش. وفعلا في بعض العراقيل في التفاوض معاه، يعني هو الراجل هو رغبتهم الاولى بالنسبه هم يعني هو الاول هو الاول بالنسبه هو الرغبه هو الاول متفق على 130 ألف دولار بشكل رسمي، ده اللي انا اعرفه مع بعض المساعدين. لسه في خلاف مادي تمام، ولسه هو الخيار الاول طبعا، بس ما حصلش اتفاق، والراجل مش هيجي في مصر زي لا بكره ولا هيبقى في اعلان رسمي ولا هيبقى في اعلان رسمي. ولسه في اجتماع مجلس اداره يوم الاربعاء. صح، برافو عليك. ممكن يتأجل لو ما تفوش، لو ما تفوش، بس على ما اعتقد ان قد تصير الامور بشكل شبه رسمي مع باولو سوزا. انا شايف ان ده هيبقى اضافه كبيره جدا بالنسبه لنا، افضل من بومل بشكل كبير جدا. عنده خبره كتيره جدا، عنده يعني راجل ضرب فيونتينا، ضرب ليستر سيتي، سوان سيتي، ضرب في الصين جوان الصيني، ضرب بمنتخبات منتخب هولندا، اضافه كبيره جدا. تعامل مع لعيبه مصريه قبل كده زي احمد حمودي ومحمد النني، فمش هيبقى غريب بالنسبه لنا. هيبقى بالنسبه له النني مثلا زي ما يكون مفتاح سحري، هيقدر يعرفه على طبيعه اللعب المصري بشكل كبير، مش هياخد وقت عكس كروش اللي كان ما يعرفش اي حاجه عن الكره المصريه. فبالتالي انا شايف ان سوزا هو الخيار الاقرب. انا شايف انت دلوقتي قلت لي معلومه ان بومل دخل في الصوره، دخل في الصوره تاني. دي معلومه النهارده اكيد، ولسه عارفها من ساعه. عظيم يعني. عملت تليفون حد قال لي من الاتحاد الكوره ان باتريس بومل هو ليه تواصلوا مع بعض. هو مش معناه ان انت تتواصل مع 4 مدربين ان انت هتجيب لهم تحسبا لفشل فاضل، انما هو بالنسبه لهم الخيار الاول حازم امام، متمسك جدا ب باولو سوزا، يعني شايفين هو الافضل. حازم امام مقتنع بيه جدا، حتى اقنع بعض اعضاء المجلس اللي كانوا متحفظين عليه. هو اسم بيتحدث عن نفسه، هو كلاعب كان نجم كبير، رقم مدرب، سي في محترم، ان هو يعني كثير الرحيل من الانديه. صح. ودي مشكله، دي العقبه الوحيده، وبيرحل بشروط جزائيه. فدي المشكله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده واحنا بنبدي مع العقد، يا اما نرفع الشرط الجزائي قوي، يا اما ما يبقاش فيه شرط جزائي اصلا. وفي المفاوضات ان قيمه الشرط الجزائي في تعاقده مع منتخب مصر هيبقى شهرين، ده برضو اللي محطوط في المفروض.
قليل جدا. قليل مع الراجل ده. قليل مع الراجل ده. قليل مع الراجل ده. هو اصلا هو كمان ماشي من منتخب بولندا الفلامينجو. انما هو بالنسبه لهم هم الخيار الاول لو الراجل وافق وقرب المسافات شويه. هو كان طالب بقول لحضرتك من 150 او 160 الف دولار في الشهر. هي دي العقبه الوحيده. هو لو وافق على 130 او 125 اعتقد ان هو الاقرب. ولكن تحسبا لعدم التواصل. بس انا حاجه هي ما ينفعش يعني. بص انا هقول لك رايي. هي مش تحسبا. انا كنت بقول الكلام ده بقالي كذا يوم. انت طبيعي انت كاتحاد تحط 10 اسماء وتتكلم معاهم كمان مش باسمين ولا ثلاثه. انت ده منتخب. كل الاتحادات في العالم بتعمل كده. يقول لك وفي في اسم ايطالي كمان وفي واحد اسمه فلاديمير برتغالي برضو ده درب منتخب سويسرا. ده موجود في الصوره برضو. ده تفاوضوا معاه بشكل غير مباشر. ولكن الجديد النهارده حته بردس بومل ده تحسبا ان برضو عندهم اكتر من خيار لو الراجل ده ما وافقش او حصل اي عراقيل او ما وافقش. انت عارف برضو اتحاد الكره حاطط سقف المرتبات. من الصعب الدكتور اشرف صبحي يمكن في الجلسه الاخيره مع مجلس اداره اتحاد الكوره قبل الاجتماع الرسمي بالاطاحه بالكابتن ايهاب جلال اكد دعمه لفي راتب المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني. ولكن هيبقى في سقف برضو. اتحاد الكره مش هيقدر يدفع اكتر من الفلوس اللي موجوده عنده.